أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لهذه التغطية الخاصة بتطورات العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة في غزة التي تستمر لليوم السادس بعد المئة في غزة. أعود مجددا للنقاش مع الدكتورة سناء زكرنا المحللة السياسية من جنين عبر سكايب. نتحدث دكتورة عن اغتيال قادة في فيلق القدس الإيراني في دمشق، هل يزيد هذا من رقعة واحتمالات نشوب حرب شاملة؟ وأيضا ماذا يهدف الكيان من خلال هذه الخطوة برأيك؟ يعني دعنا نقول أن أول التصريحات العبرية من دولة الكيان على هذه الاغتيالات حملوا الحد صادق ونائبه هم الذين كانوا يزودون الحوثيين بأهداف وماهية السفن عبر باب المندب، وحملوهم السبب أنهم في نقل الأسلحة من سوريا إلى حزب الله اللي كانت على الحدود الشمالية مع الكيان الصهيوني. هذا ما يقول أن يعمل الكيان الصهيوني هو محاولة الرد على ضرب إربيل والقيادة ومركز المعلومات الموساد الإسرائيلي، والذي كشفت عنه إيران أنه أذهب بحياة الكثيرين من ضباط الموساد في إربيل. وهذا يعني أنهم كلا الطرفين يحاولون على الحفاظ على قواعد الاشتباك، ومعنى ذلك أن هناك حالة استنزاف من الطرفين في محاولة الكيان الصهيوني يهدف من هذا إلى محاولة إضعاف محاور المقاومة، وأن محاور المقاومة بالفعل تشكل حالة استنزاف كبيرة لدى دولة الكيان. ولما كان ذلك، لما لجأت إلى عمليات الاغتيال التي من خلالها تحاول أن تفتح حرب إقليمية إسرائيل وتجر المنطقة إلى حرب إقليمية لتذهب من خسارتها من قطاع غزة، ومحاولة إلى إدخال أكثر من طرف في هذه المعمعة، ونقول أنها تبحث عن فوضى لديها لكي تعمم هذه الحالة، ولا تريد أن تخرج من قطاع غزة بعدما فشلت في تحقيق أهدافها دون أن يكون هناك خطة سياسية للمنطقة وليس من قطاع غزة. هذا الضرب ومحاولة الاستنزاف ومحاولة قتل الكثير من القيادات، كانوا يتحدثون عن قاسم سليماني وما بعد قاسم سليماني، ولكن من يقرأ التبعات أو التنظيم العسكري لدى الحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس يتحدثون على أن هناك 5 احتياط من كل مسؤول في هذه المعركة، وأن هذه الاغتيالات لن تعود في فائدة كبيرة على الكيان الصهيوني. طيب. لكن ابقي معي دكتورة زكرنا في نفس السياق. دكتور دريدي، أتحدث عن انعكاسات الواقع في غزة على الحرب الشاملة، وأيضا نتحدث عن انعكاسات هذا الاغتيال على واقع الحرب داخل غزة. نعم، يعني استمارا لما قالته الضيفة الكريمة، هذا ما نسميه أو ما يسميه الكيان الصهيوني في قاموسه الاستراتيجي باليد الطويلة، بمعنى أن الكيان عندما يشعر بتهديدات لعمقه الاستراتيجي ولأمنه القومي يخطط لاغتيال كبار القادة خارج الإطار أو خارج الكيان، بمعنى أن يده أو يد الاغتيالات تصل إلى أبعد نقطة في المكان الذي يوجد فيه هذا التهديد، وهذا ما وقع اليوم في سوريا، وتكرر قبله عدة مرات من خلال قصف مطار دمشق عدة مرات أو مطار حلب أو اغتيال قادة من الحرس الثوري الإيراني عدة مرات، أو حتى اغتيال قادة في حزب الله أيضا، وأيضا في ما وقع. لكن أنا بين قوسين حتى أمر إلى سؤالك الأساسي، أعتقد أن ربما هذا العمل الذي وقع اليوم أو هذا القصف الذي وقع اليوم ربما يعني كرد فعل للقصف الإيراني الذي اعتبره موقع للموساد في إربيل
في الأسبوع الماضي، ربما يكون هذا رد فعل، وهذا دليل ربما إن حدث حقيقة إن صح القول فأن ضرب إيران لهذا الموقع في أربيل يؤكد أن هناك حقيقة موقع يقع في كان يجمع فيه عناصر من الموساد. بالعودة إلى انعكاسات هذه الحرب على أو هذا العمل على قطاع غزة، في الحقيقة أن الحرب في قطاع غزة ما زالت مستمرة، ما زال القصف مستمر، ما زال أهداف غير واضحة تقصف في خاصة في خان يونس، لكن يبقى دائما هناك المتضرر هو الجانب المدني دائما، لكن هناك ونحن نصل إلى 25 تقريبا ألف شهيد منذ بداية الحرب. نعم، يعني في الحقيقة عدد حتى وسائل الإعلام الغربية أصبحت تنقل على لسان مسؤولين كبار في الولايات المتحدة أو في دول الغربية أنها اندهشت من هذا العدد الهائل، لأن في الحقيقة هذا عدد يعني أصبح يعني لا يطاق ولا يستطيع أن يتقبله أي عقل في حرب مثل هذه، لأن إحنا لا نتحدث عن حرب بين دولة ودولة، بين جيش نظامي وجيش نظامي، وإنما معركة أو حرب بين يعني كيان قائم بذاته لديه نظام أو لديه جيش نظامي يقصف في مدنيين، ولكن الأهداف الحقيقية مثل المقاومة الفلسطينية ويعني عناصر المقاومة الفلسطينية لم تصلهم هذه الضربات بالشكل الذي أراد أن يوصلها الكيان. ودليل على ذلك أن نلاحظ أن ردود فعل أو المواجهة والقصف الذي يتلقاه الكيان من طرف المقاومة سواء في فصائلها المختلفة دليل على أن هناك المقاومة ما زالت قائمة وما زالت ترد بقوة على كل هذه الاستهدافات. دكتورة ذكرنا بالموازاة أيضا هناك خطر لنشوب حرب على الجبهة اللبنانية وسط التهديدات التي يطلقها قادة الكيان الصهيوني، هل هي محاولات أخرى لتغطية الفشل العسكري الواضح والانهزامات والانكسارات المتواصلة في الداخل الصهيوني على مستوى قطاع غزة؟ الكيان الصهيوني يحاول فتح أي جبهة إضافية للعمل إليها وتحقيق بعض الأهداف ليكون منتصرا فيها، بعدما بالحقيقة أنه فشل في قطاع غزة وفي تحقيق أهدافه العسكرية حتى السياسية في قطاع غزة، وأفشلت المقاومة جميع خططه. اليوم بات يبحث في أي منطقة وفي أي اتجاه للخروج بصورة نصر ولو كانت مزيفة، حتى أنه لجأ للاغتيالات وتعظيم هذه القيادات التي يتم اغتيالها وإطلاق بعض التهم عليهم ربما تكون صحيحة وبأكثريتها تكون غير صحيحة، من أجل تصدير صورة نصر أمام المجتمع الإسرائيلي وللعالم أنه قادر على أن يصل إلى أي قيادي وأي شخص يستهدف أمن هذا الكيان الصهيوني. لكن أنا أريد أن أشير إلى أمر معين، أن محاور المقاومة في هذه اللحظة في الذات لا تريد أي حرب شاملة ومفتوحة لدى دولة الكيان بسبب ألا يحقق أي انتصار إليها، وأنه دائما ما تهدف محاور المقاومة إلى أن تجعل هذه الحرب هي حرب استنزاف، لأن من عقيدة الجيش الإسرائيلي ألا يذهب إلى حرب استنزاف لأنها لا تكون في مصالح العسكرية ولا السياسية ولا الاقتصادية، وبالتالي من ذكاء محاور المقاومة لغاية اليوم تضرب جميع المصالح الاقتصادية والعسكرية سواء في الشمال أو في اليمن أو في العراق، وبالتالي يحاولون دائما هدم أفكار وأهداف الاحتلال الصهيوني، ويتعاملون لغاية اليوم في ذكاء منقطع النظير في مواجهة هذا الاحتلال، ولا يريدون أيضا حرف البوصلة عما يحدث في قطاع غزة. الجميع يدرك أن محاور المقاومة نشأت واستمرت في هذه المعركة ولغاية الآن هي نصرة لقطاع غزة، ومن يريد أن يوقف هذه الجبهات عليه بإيقاف الحرب على غزة. الأمور والطريق واضحة لإيقاف محاور المقاومة، لكن الكيان الصهيوني يعمد إلى فتح أي جبهة ويعمد إلى اغتيال أي
قادة سياسيين أو عسكريين ميدانيين من أجل الخروج بصورة نصر مزيفة، ولغاية اليوم يفشل. كان يتحدثون عن العاروري ومكانة العاروري وما كان يفعله في الضفة الغربية ومن تحريك الضفة الغربية، وأنه يعتبر العمود الفقري لحركة حماس. طيب. وما زالت حركة حماس قوية ومتماسكة في الميدان، واغتيال العاروري لم يؤثر، على العكس من ذلك نهضت هناك عدة عمليات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة طائر للقيادة، فرحيل أي قيادي لا يمكن أن يؤثر على مجريات الحرب في الضفة. دكتورة دريدي، بعد أكثر من 100 يوم من ممارسة الكيان الصهيوني أبشع المجازر في حق الفلسطينيين في غزة، يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في أي خانة يدرج هذا المقترح دكتورة دريدي؟ هذا دليل على اليأس، يعني يأس أو يأست أمريكا وقادتها السياسيين، وعلى أصحاب الرئيس الأمريكي من هذه استمرار هذه المعركة بدون أفق، بدون يعني أجندة واضحة المعالم، أين سوف تصل هذه المعركة، ما هي نتائجها، ما هي آفاقها المستقبلية. لأن بايدن عندما هاتف لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي في بداية بعد مباشرة بعد عملية الهجوم 7 أكتوبر، قال له نحن نساندكم، نحن سوف ندعمكم بالسلاح بكل ما تحتاجونه، لكن بالمقابل نريد منكم حسما. لأن في المعارك السابقة، سواء كل المعارك التي خاضتهم قادهم الكيان الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية لم تأتي بحسم، خاصة معركة 2014 التي كانت معركة قوية، معركة طالت مدتها، ولكن في نهاية المطاف ردخ الكيان الصهيوني للواقع الميداني، وبالتالي حسم أو أوقف العملية العسكرية. الآن الولايات المتحدة عندما طلبت من الكيان الصهيوني أن يحسم المعركة بعد 106 أيام، لم يتضح هذا الحسم، وبالعكس هناك تراجع حتى في التصريحات وحتى في الأهداف العليا التي سطرها الكيان في بدايته، وهو تحرير الرهائن والقضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى حماس. هنا بدأت التراجع، بدأت التصريحات تنادي أو تتعالى أصوات المنادات بالتفاوض مع حماس لتحرير الأسرى. هناك البعض بدأ يتكلم على لابد من الإسراع في إعطاء خطة واضحة وبرنامج واضح لما بعد الحرب. هناك عائلات الأسرى التي أصبحت تتظاهر يوميا وترفع من وتيرة اعتراضها يعني الخطط أو لما صار هذه الحرب، التي لم تتضح بعد ولم تحرر أي أسير واحد، يعني نسمع إلا بالأسرى الذين قتلوا بقصف صهيوني. إذن هنا يعني الغرب أصبح، حتى الدول الغربية بدأت يعني تغير في وجهة نظرها تجاه هذه المعركة، وأصبحت تنادي بالفصل أو الحسم في هذه المعركة ومحاولة إيقافها، لأن لم تأتي بأي نتيجة، وبالتالي هناك الذي يدفع الثمن هم المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في قطاع غزة. طيب دكتورة سناء ذكرنا، هل من المعقول والممكن أن تكون هناك دولة بدون مقومات وسيادة وجيش وفق التصور الأمريكي الجديد؟ الولايات المتحدة الأمريكية تصدر دائما الشعارات الغبية تجاه القضية الفلسطينية، ما تصدره لصالح القضية الفلسطينية فقط في الشعارات، وبالفعل تدعم الكيان الصهيوني. من يريد أن يقيم دولة فلسطينية حقيقة، هل يلجأ إلى دعم الكيان الصهيوني مدة 75 عام أو 76 عام من هذا الاحتلال؟ الأمر الآخر، من يريد أن يعمل للفلسطينيين دولة، هل يدعم الكيان الصهيوني في حرب الإبادة وإمداده بالسلاح؟ الأمر الآخر، أن الحديث عن دولة فلسطينية، نحن نتحدث عن أوسلو بالرغم من إجحافها بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن دولة الاحتلال لغاية اليوم تتنكر لهذه الاتفاقية ولم يتم تطبيق أي شيء منها. أنت تتحدث عن السلطة الفلسطينية والتي متعاونة كانت مع الاحتلال ومع المفاوضات. طيب. والطريقة السلمية وكل هذا. طيب. الأمر بالرغم من ذلك إلا ما نتحدث عنه دكتورة سناء ذكرنا،
هل من المعقول أن تكون هناك دولة بدون مقومات وسيادة وجيش في ظل ما دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية، لا الفصائل تقبل في ذلك ولا الشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني أن يكون دولة يحمل السلاح، من حق كل شعوب العالم أن يكون لديها جيش وسلاح تحافظ به على نفسها. طيب. الأمر الآخر، لماذا بالمقابل الكيان الصهيوني وهو المحتل الذي يقوم بعملية الاحتلال وبعملية الإبادة لا يطلب منه نزع السلاح؟ الأصل أن يقوم من يوجه هذا النداء فعليه توجيهه إلى الكيان الصهيوني الذي يقوم بعملية الإبادة. الشعب الفلسطيني إذا حمل سلاحه إنما يحمل السلاح مدافع عن نفسه وعن أراضيه وعن مقدساته. الاحتلال الصهيوني يحمل السلاح من أجل الإبادة الجماعية واختراق القوانين الدولية. طيب، وهل يمكن قراءة هذا على أنه الفلسطينيين أن يكونوا ضمن دولة لديها جيش ولديها سلاح والحفاظ على نفسها أمام جيش الاحتلال الصهيوني النازي الذي من خلال عبر سنين كبيرة من المفاوضات إلا إن كنت تسمعين يمعن في قتل الفلسطينيين وسرقة الأراضي وازدياد أعداد المستوطنين. طيب، أعود إليك دكتور دريدي، القيادي في حركة حماس عزة الرشق في المقابل وفي رده على المقترح الأمريكي قال إن الحديث الأمريكي قبل 100 يوم يختلف. كان هناك الحديث عن غزة ما بعد حماس، لكن الحديث اليوم بعد 106 أيام عن الكيان ما بعد نتنياهو. هل ينتظر في المرحلة القادمة تغير المنظور الأمريكي للحرب الصهيونية وفق ما تفرزه المعطيات على الميدان؟ في هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أن رأي المسؤولين الأمريكيين أيضا يخضع إلى تأثيرات الداخل الأمريكي ويخضع إلى بطبيعة حال المعطيات التي أفرزتها هذه الحرب، لكن أيضا يخضع إلى الرأي العام الأمريكي، لأن الرأي العام الأمريكي في مجمله يضغط على الإدارة الأمريكية لتغيير وجهة نظرها تجاه هذه الحرب التي أفرزت دمارا وأفرزت مجازر وأفرزت ضحايا كثر خاصة من النساء والأطفال، التي أصبح العالم كله، حتى رأينا أن ممثل الأونروا في إحدى اللقاءات يبكي مباشرة وهو يتحدث على فظاعة المجازر التي حدثت في القطاع في أثناء هذه الحرب، يعني يبكي مباشرة، دليل على أنه لم يجد ما يعلق عليه من كثرة ما رآه، من كثرة ما سمعه، من كثرة الإحصائيات التي يعني قدمتها الأونروا أو المنظمات التابعة للأمم المتحدة. إذن بطبيعة الحال الرأي أو المنظور الأمريكي حتما يتغير، خاصة أن القرار السياسي الأمريكي يخضع يعني يخضع لحسابات الرأي العام الأمريكي، وخاصة أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية، وبالتالي هنا تدخل في الحسابات أيضا هذه المواقف. أيضا لأن الكيان الصهيوني وعلى رأسه رئيس الوزراء تلاعب أيضا بتصريحاته وتلاعب بالآراء التي أعطاها أو التصريحات التي قدمها للولايات المتحدة، ثم تراجع، كان يتراجع في عدة مرات ويتلاعب بالمواقف. لحد الآن لم يحسم في الموقف، لم يضع خريطة طريق للخروج من هذه الحرب التي بدأها، لم تتضح الآفاق المستقبلية لما بعد الحرب. ثم يتحدثون عن قيام الدولة الفلسطينية وكيف من يحكمها وغير ذلك. الآن لم يقضى في الأهداف، لم يقضى على حركة حماس، وحركة حماس مهما كان هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، هي مكون رئيسي من مكونات رئيسية للمجتمع الفلسطيني. في كلمة أخيرة دكتورة، ذكرنا كيف ستكون معالم الحرب في ظل هذه المعطيات خلال قادم الأيام؟
الثقة ما زالت المقاومة الفلسطينية متحكمة في الميدان ومسيطرة وتسيطر أروع البطولات، وهي متمسكة بالأهداف الحقيقية من طوفان الأقصى وبوقف إطلاق النار وبتبييض السجون. باعتقادي أن الأمور ما زالت بخير في قطاع غزة وأنها ذاهبة إلى النصر بإذن الله تعالى وتبييض السجون، وأن بنيامين نتنياهو سيكون في معترك أمام القضاء الإسرائيلي وإنهاء حياته السياسية. لكن هنا لابد أن أشير إلى شيء آخر، أن من يتقن في الميدان ويبدع في العمل العسكري هو الأقدر على تحديد القيادة الفلسطينية، وهو الأقدر على من يوجد القيادات السياسية ومن تحكمه. انتهى الوقت دكتورة سنة زكرنا، أشكرك جزيلا، كنت معنا مباشرة من جنين عبر سكايب. وأشكرك أيضا دكتور مصطفى دريدي المحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا على كل ما أفدت به. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.